في ذات السياق أكد السيد محمد عبد الله الجهمي مدير إدارة البرامج والتطوير السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية إن البرنامج يركز على إعداد شاب بحريني لديه الوعي بالمشروع الإصلاحي بالإضافة لتزويد المشارك بالعديد من المهارات. برنامج سفراء الوطن هو يعتبر من البرامج اللي المعهد ينفذها بشكل سنوي للشباب الراغبين في الدراسة في الخارج، ويحرص المعهد على تطويره بشكل مستمر بما يتوافق مع التطورات المحلية والدولية. حيث يركز البرنامج على إعداد شاب بحريني لديه الوعي والثقافة الأساسية عن المشروع الإصلاحي، وأيضا تقديم بعض المعلومات عن النظام السياسي والبرلماني والحقوقي للبحرين، بالإضافة إلى تزويد الشاب المشارك بالمهارات الإعلامية والقيادية والاجتماعية، وأيضا توعيتهم بدور السفارات البحرينية في الخارج وما تقوم به من خدمات ومبادرات للمواطنين. طبعا هذه المحاور كلها المذكورة تساهم في تعزيز الهوية الوطنية وأيضا تعزيز قيم الفخر والانتماء للمشارك.